تفضلي دكتورة أماني، أهلا وسهلا فيك. أهلا دكتور، شكرا كثير لجميع الحضور، وإن شاء الله بتمكنوا زملائي من الحضور الباقيين. برحب فيكم فردا فردا، وبشكر دكتور نمير هاي الفرصة إلي إنه أكون معكم مرة ثانية في هذا اليوم حتى نتحدث عن موضوع جدا مهم. أنا حاولت إنه يعني ألخص لكم إياه في هاي الجزئية، لما أتحدث عن دور العلاقات العامة في إدارة الأزمات وما أكثرها، يعني الأزمات والمشكلات اللي بنعاني منها، وحناخد الفرق بين الأزمة والمشكلة ودرجاتها ومستوياتها. ولكن للحديث عن هذا الموضوع لابد من الحديث عن العلاقة، أيضا دور العلاقات العامة وكيف يمكن أن تعمل على إدارة الأزمات بالشكل الأمثل. كمقدمة بحب أشير إلى هون أنه كثير من المنظمات والشركات والمؤسسات هي معنية بشكل مباشر، إذا يعني إن أرادت أن تكون بالشكل الأمثل، أن تعنى بالعلاقات العامة. البعض يسميها علاقات عامة، البعض يسميها علاقات خارجية، بعض المؤسسات تسميها علاقات دولية، وتعتبر يعني هي وحدة الأصل، وتعمل على مواجهة الأزمات بالإضافة أو بالتعاون مع الجهات المختصة أو الوحدات الإدارية المختلفة. هي تحاول دور العلاقات العامة أن يعمل على إزالة أي آثار ممكن تنتج عنها هذه الأزمة، وحنشوف كيف أنه ممكن تكون الأزمات منها ما هو مادي منها ما هو معنوي، وقد تكون هذه الأزمة على مستوى الأفراد أو على مستوى الجماعات أو المجتمع ككل، إذا كنا نتحدث هنا عن الجامعة على سبيل المثال. هلأ هناك أدوار للعلاقات العامة والدولية والخارجية، إن أردنا البعض يسميها علاقات عامة دولية، يعني من دون حرف العطف، يعني وكأنها هي شيء واحد أو جهة واحدة تعمل على هذه الجزئية. هناك أدوار تنفيذية وهناك أدوار استراتيجية، وعندما نتحدث عن إدارة الأزمات لابد أن يعني نهتم أو نعطي كثير من الاهتمام ليس فقط في الجانب التنفيذي، لأن بعض الأزمات تكون حلولها بطريقة استباقية أو تنبؤية، وهذه بتكون عادة بالدراسات المستقبلية اللي بتضع حالة من السيناريوهات المستقبلية لدراسة الوضع ووضع تقديراتها وتنبؤاتها. فعندما نتحدث عن جامعة فيلادلفيا أو أي منظمة أو إدارة، إحنا نسميها منظمة أو إدارة، لابد أن يكون كل العاملين في العلاقات العامة يعني إنجاز التعبير على سوية، على نفس السوية، أو هناك الحد الأدنى المشترك من حيث تشكيل فريق حتى يقوم بالتأهب، حتى يعني يضمن عدم وقوع أي أزمة ويعملوا على حلها وخروج من أي أزمات قادمة. العلاقات العامة يعني إلها مجالات مختلفة. الصورة أمامكم بتبين بعض هذه المجالات، منها ما هو يهتم بالأخبار، منها ما هو يهتم بالوسائل الإعلام المختلفة، ومنها ما هو يهتم بالوسائل الإعلام الاجتماعية أو التواصل الاجتماعي. أيضا الرسائل على أشكالها تتصدى لمسألة الاتصالات، سواء نتحدث عن الاتصالات الرسمية أو غير الرسمية، وأيضا موضوع المجتمع اللي يعني أو الجهة اللي تنقل له هذه الرسالة، اللي هي الجمهور أو المستمع أو المتلقي الرسالة. هل نريدها أن تكون رسالة على مستوى الفرد أم المجموعة؟ هل رسمية أو غير رسمية؟ هل هي على مستوى إعلان؟ كل هذه أسئلة يعني تخطر على بال من يعمل في العلاقات العامة، ويعني من أجل إدارة المهمات بالشكل الأفضل لابد أن نتطرق لمهمتين: مهمات التنفيذية كما ذكرت، والمهمة الأخرى اللي هي الاستراتيجية، اللي هذه لا تكون إلا زي ما تفضلت دكتور قبل شوي، إلا بوضع الاستراتيجية الكلية للمؤسسة أو للجامعة. نتحدث هنا في إطار الجامعة، فهي تشتق يعني الخطة الاستراتيجية للعلاقات العامة أو العلاقات الدولية يجب أن تشتق من الخطة الاستراتيجية للجامعة، وبالتالي والجامعة تشتق على سبيل المثال من ما هو متفق عليه على مستوى التعليم العالي، وأيضا التعليم العالي يشتق مما هو يعني متفق عليه أيضا في الخطط الاستراتيجية على مستوى القطاعات المختلفة والحكومات، الحكومة والجانب الحكومي لنقول.
طبعا هنا نتحدث عن قدرات مختلفة في تعزيز الإمكانية التنافس أو في رفع مستوى التنافس من أجل بقاء هاي المؤسسة واستمراريتها، أو إن كان تم هناك أي تقصير في العلاقات العامة والدولية، هذا يؤثر في على إدارة الأزمات، وبالتالي سوء إدارة الأزمة قد يؤثر على بقاء المؤسسة أو على بقاء الجامعة. وهنا سنتحدث بعد قليل عن كثير من المشكلات اللي بتعاني منها المؤسسات عموما وجامعاتنا بشكل خاص. هلأ في بعض الحالات، ويعني أكيد كل واحد فيكم بيقدر يفكر بأمثلة في ذهنه سواء على المستوى المحلي أو العالمي، عندما تهتز صورة المؤسسة ويتم تشويهها سواء بفعل فاعل مقصود أو دون، يعني بسبب تراكمات غير مقصودة، قد تكون بعضها بسبب إهمال أو سوء إدارة أو عدم معرفة بطريقة المثلى في إدارة العلاقات العامة والاتصال وما يتبعه من هذه الجزئيات. هو في هذه الحالة يعني يبد أن نعمل على وضع خطة تصحيحية. هلأ إجمالاً إحنا بنتحدث عن الجانب التخطيطي، عندنا نتحدث عن إدارة الأزمة نبدأ بما يسمى بإدارة تخطيط من أجل إدارة الأزمة، وهذا الجانب استباقي، يعني بمعنى بيتم بناء صورة ذهنية متكاملة عن أدوار أو دور العلاقات العامة. وهون يعني ببرز المجال المتعلق في أهمية أنه الاستفادة من كافة الموارد المتاحة ليس فقط في دائرة العلاقات العامة، يعني لما بنحكي عن العلاقات العامة في الجامعة هذا الإشي مش محصور فقط على العلاقات العامة أو العلاقات الدولية أو على فقط مكتب الرئيس الجامعة أو مكتب نائب الرئيس أو مكتب العمادات أو رأس الأقسام. كل يعني فرد فينا عضو هيئة التدريس وإداري هو معني في يعني وصول أو التخطيط في عملية التصدي لإدارة أي أزمة يعني تواجهها الجامعة على سبيل المثال، أو أي مؤسسة أو منظمة نتحدث عنها. فبالتالي هون بيجي أهمية التدريب من أجل كما يحصل الآن، من أجل يعني البناء على استعداد مناسب حتى نوصل لجانب مستقبلي، خلينا نقول محتمل، زي نوضع سيناريوهات زي ما صار في أزمة الكورونا كان نتحدث عنها بعد قليل. فهذا التخطيط هو اللي يعني بيخلينا أكثر قدرة على أنه نتنبأ في المشكلات حتى نبني عليها، وحتى نقدر نوصل للوضع الأمثل في خلينا نقول دراسة استباقية حتى لا نقع في الأزمة نفسها أو في المشكلة بشكل أو بآخر. هلأ إحنا هون بدنا نتحدث في هذا اليوم عن جزئيتين، عن العلاقات العامة ودورها وعن الأزمات و كيف نتصدى لها. هلأ في ما يسمى الجمعية الدولية للعلاقات العامة، إذا أردنا ندرس يعني بالمعنى النظري، بالمناسبة العلاقات العامة بيعرفوها بأنها هي وظيفة الإدارة المستمرة والمخططة، يعني بمعنى ما بنقدر نشتغل أي إدارة، يعني عم تحكي على مستوى قسم أو عمادة أو جامعة، ما بنقدر نشتغل إدارة من دون ما نفكر في العلاقات العامة، فهي وظيفة مستمرة لابد من يعني البناء على التخطيط لها بشكل دائم. وهذه المؤسسات يعني والمنظمات عادة العامة والخاصة يعني تلجأ لهذه الوظيفة أو تعمل على هذه الوظيفة، وهدفها دائما بيكون في العلاقات العامة والدولية في جمهور. يعني إذا بدنا نأخذ على سبيل المثال في جامعتنا، من هو الجمهور؟ الجمهور اللي هن، إذا كنا بنحكي على مستوى الداخلي، في عندك جمهور داخلي وجمهور خارجي، أوكي؟ حتى هذا له مستويات. الجمهور الداخلي على سبيل المثال يبدأ من الوحدة الواحدة اللي هي قد تكون قسم، عمادة، زي ما قلنا ممكن يكون الجامعة بأكملها، أو قد يكون قطاع مثل على سبيل المثال كل مثلا العمادات المعنية بالشؤون مثلا الإنسانية أو بالشؤون العلمية وهكذا. يعني يعود هذا التصنيف حسب الجامعات أو حسب المؤسسة. وقد يكون هناك يعني تصنيف بناء على أيضا تصنيف الموارد البشرية، يعني إداري وهيئة تدريسية، أو أن يكون بغض النظر عن هذه التصنيفات يتفاعل مع الحدث
وفقا للمهتمين أو وفقا للمعنيين، فقد يجمع كل هذه التصنيفات مع بعض في آن واحد. طبعا إذا كنا بنحكي خارجي كمان، في عندي خارجي بمعنى داخل يعني خارج إطار التنظيم، وبالتالي كل المجتمع المحلي في اللي بتتواصل فيه الجامعة، بتتواصل معه الجامعة أو المستوى الوطني، أو ممكن نحكي على مستوى الإقليمي مثلا العربي أو الإقليمي ثم الدولي. كل هذه يعني دوائر خلينا نقول لابد من التفكير فيها عند مثلا على سبيل المثال إذا بناخذ واحدة من الأمثلة اللي هي مثلا صياغة الخبر، أو عند محاكاة أي واحدة من هذه المهمات. هلأ موضوع الآخر اللي لابد من الإشارة إله هون، اللي هو موضوع التعاطف والتفاهم والتأييد. يعني العلاقات العامة إذا بدها تشتغل وتوصل لنتائج، لو كانت أعظم تخطيط ممكن يفكر فيه الإنسان على مستوى إدارة العلاقات العامة، ولكن ما وجدنا بالمقابل هناك تأييد من الإدارة العليا، أو هناك تأييد من الإدارة خلينا نقول الوسطى أو التنفيذية لهذه المهام، بمعنى يكون في نوع من التفاهم والتعامل الديمقراطي والعمل بروح الفريق والتعاطف، يعني التعاطف بمعنى أن نفكر في الآخر ونساعد على حل المشكلات وكسب التأييد، دون هذا كله لا تنجح الفعاليات. إضافة لذلك لابد من أخذ ما يسمى بجص النبض، يعني أخذ وقياس اتجاهات الرأي العام سواء في الداخل أو الخارج قدر الإمكان، حتى تنجح هاي السياسات، حتى تنجح هذه الأنشطة من حيث يعني على أرض الواقع، اللي ما بتتم إلا إذا كان في تعاون خلينا نقول خلاق، وفي في في نوع من المصالح المشتركة اللي بتتم تشكيلها، وبالتالي كلها هذه تدخل في عملية التخطيط الشامل لإدارة الأزمات من قبل العلاقات العامة. الشق الآخر اللي يعني فكرت إنه ممكن نتحدث عنه اليوم، اللي هو الجانب الأساسي، إنه ما بدنا نحكي إحنا علاقات عامة فقط في الوضع الطبيعي، بدنا نحكي كمان هنا في حال وجدنا مشكلات وأزمات أو كوارث، أو هنحكي أشكال مختلفة، كيف تتعامل العلاقات العامة أو الجامعة بشكل عام. طبعا خلينا نبدأ من تعريف اللي هو الأزمة. ما هي الأزمة؟ الأزمة نقدر نقول إنها هي نقطة تحول مفاجئ، يعني بيؤدي هذا التحول المفاجئ لأوضاع، هاي الأوضاع عادة بتكون مش طبيعية، غير مستقرة. يعني الوضع الطبيعي اللي هو خلينا نقول مستقر ستيبل، ضلت عليه فترات طويلة، لما بصير في تغيير مفاجئ هنا بصير في عدم حالة من عدم الاستقرار. هذه الحالة هتعمل على تهديد المصالح، تهديد خلينا نقول البنية الأساسية للمؤسسات، أو إحنا هون عم نحكي عن مستوى الجامعة، وطبعا بيطلع عنها نتائج غير مرغوب فيها. وهذه الأزمة ممكن تحصل يعني بشكل مفاجئ بوقت قصير جدا. هذا الإشي بيتطلب إنه يكون في اتخاذ قرار سريع، يعني موضوع المعلومة، موضوع الميديا، موضوع العلاقات العامة والإعلام موضوع كتير حساس، مرات ثواني مش بس دقائق ممكن يأثر على قدرة المؤسسة أو المنظمة أو الجامعة في إنها تواجه هاي المشكلة. فهذا إذن عامل جدا حاسم الوقت، وبالتالي لا يكفي هذا أيضا، كل الأطراف المعنية لازم تكون يعني مش بس اتخاذ القرار، كمان الأطراف المعنية المساندة إنها تكون قادرة على إنها تواجه وتساند في حل هذه المشكلات. هلأ إن أردنا يعني على سبيل الدراسة نفكر في الأزمات، منقول إنه في أزمات ممكن تكون متعمدة، يعني خلينا نكون واقعيين، وفي أزمات غير متعمدة. الغير متعمدة هلأ هنحكي أشكالها، ممكن يكون بسبب ظروف قد تكون طبيعية وقد تكون إهمال. أما المتعمدة هنا بيكون يعني فيها نوع من القصد والإيذاء، ومنها ما هو يكون فساد. حتى الفساد لما بنحكي عنه فساد بنحكي إنه في ما هو بسبب إهمال وفي ما هو بسبب قصد. وإحنا هنا ما بنحكي عن الأخطاء اللي بتكون بسبب فقط يعني عن غير قصد، بنحكي عن ما هو يعني يجب التخطيط له وبالتالي تجنب هذه المشكلات. هلأ إذا بدنا نتناول أشكال مختلفة، مثلا أعطيكم على سبيل المثال الأزمات اللي بتكون غير متعمدة عادة بتكون الزلات، يعني اللي هي
بتبدأ من زلات اللسان، واللي هي ممكن تكون شفناها حتى على مستوى السياسي، مرات ممكن يكون مسؤول في زلة لسان حكى كلمة على المستوى الدبلوماسي، عمل أزمة مثلا دبلوماسية، عمل مشكلة غير يعني أدت إلى تدهور العلاقات على سبيل المثال. فإذا ممكن تكون زلات، وهي حصلت يعني بالتاريخ، بتقدروا أنتوا تتذكروا سواء على مستوى يعني حكومات، على مستوى ما أنا ما عم بحكي على الأردن، عم بحكي بشكل عام، مرات بتكون من رئيس جمهورية، من رئيس وزراء، من رئيس نظام خاص، أو من مديرية أو وزارة، وزير أو أمين عام، أي شخص مسؤول ممكن أن يقع في هذه الزلات، وبالتالي بتكون طبعا هي غير مقصودة، عشان هيك نسميها زلة. وهاي بتحول كل الموضوع إلى قد يعني إذا تفاقم نصل إلى أزمة، وهذا يعني عادة اللي بيكون صعب تحليله، لأنه الأمور مش واضحة ومش فاهمين كيف صارت، وبالتالي بيوصلوا لطريق مسدود وبصيروا بدهم يتداركوا هاي المشكلة. هلأ منها ما يسمى بالحوادث. الحوادث هاي بتكون نتيجة أخطاء بشرية، زي ما قلنا قبل شوي، ممكن يكون إهمال، ممكن يكون عدم اهتمام، ممكن يكون تقصير. الزلة بتكون يعني معوق شوية، يعني أخف خلينا نقول من الحوادث. هلأ في أزمات قدرية، يعني اللي هي من بيكون غالبا الإنسان يعني مش هو السبب فيها المباشر، قد يكون هو سبب ولكن غير مباشر، مثل الزلازل، مثل البراكين، مثل الأوبئة. وإحنا بالمناسبة على هذا الموضوع الأزمات، يعني بحب أعلن أنا أنه إحنا قريبا حنعمل ندوة عن موضوع إدارة الأزمات، وندعوكم عليها تحضروها إن شاء الله، بتتحدث عن هذا الموضوع بشكل خاص. أيضا موضوع الأزمات المتعمدة ممكن يكون، حكينا عن غير المتعمدة، هلأ المتعمدة إذا هيك نتباحث أشكالها، ممكن يكون تجاوزات، يعني بمعنى في تصرفات مرات بتكون من بعض الموظفين، من بعض المسؤولين، اللي بيكون بسبب سوء التقدير، مرات بتجاوزوا التعليمات، بتجاوزوا القوانين أو الأنظمة واللوائح، زي ما قلت ممكن يكون عنية مقصودة أو غير مقصودة، وإحنا بنتمنى أن تكون دائما هي الزلات غير مقصودة والتجاوزات، وهي بتأدي إلى حدوث أضرار. هذه ممكن تأثر على مستوى المؤسسة، حتى ممكن إذا كنا عم نحكي للجمهور، للناس اللي هو خارج الجامعة، بتأثر على الصورة الذهنية لهم اللي كونوها عن الجامعة، يعني بدل ما يكون بفكروا بالجامعة بطريقة كتير إيجابية، تصير هذه تأثر على المؤسسة بطريقة مثلا سلبية. هناك أزمات أيضا إدارية، اللي هي زي ما قلنا ممكن فيها إهمال، فيها سوء تشغيل، فيها سوء رقابة، وفي طبعا منها ما هو أيضا ممكن يكون مش بس إداري، ممكن مالي أثر بشكل مباشر. وفي أزمات منافسة، يعني إحنا مثلا بالجامعة أو أي قطاع خاص، بالقطاع الحكومي ما عندهم هاي الأزمات المنافسة الأكثر إشي بالقطاع الخاص، اللي هي في نوع من المنافسة، وهذه كيف ممكن أن يواجهها المؤسسة بشكل فردي وبشكل جماعي حتى نحل من ونحد من هاي المشكلات. هلأ نحكي شوي عن الصورة الذهنية، لأنه العلاقات العامة لما بدها تشتغل على إدارة الأزمات، أهم نقطة تحافظ عليها اللي هي موضوع الصورة الذهنية. زملائي الأعزاء، اللي هي كيف نحافظ على الصورة الذهنية لجامعة فيلادلفيا مثل ما كانت، مثل ما بنحب إن نطورها، نخليها بالشكل الأمثل. فهلأ مصطلح الصورة الذهنية هذا كتير مهم نتحدث عنه، وبتحدث عن يعني جزئيتين، نحكي عن صورة ونحكي عن ذهنية. نحكي عن صورة معناها بنحكي عن شيء يظهر للآخر وهو شكل بتميز فيه، يعني مثلا أنا لما بحط هذا الشعار، هذه صورة، وتبقى في ذهنية المتلقي بحيث تعكس إنه ليش حطينا مثلا هدول العواميد، والله هذه بتحكي عن الآثار مثلا لأنه في تاريخ لفيلادلفيا، أو مثلا ليش حطينا هذه السنبلة كمان إلها معنى، فهي رمزية، فهي جانب ذهني رمزي، بمعنى العقل بيستخدمه من أجل إنه فهمه لمقصود معين وبتصوره وبيبني عليه. فهذا المصطلح اللي إحنا هنا بنتحدث عنه، إنه في انطباع معين في ذهن كل واحد فينا، وهذا بيعطي قيمة معينة، وبالتالي يعني زي ما بقولها بالإنجليزي it rings a bell، بيصير هذا الشكل بيعطيني إيحاء أو بيعطيني فهم معين لهذا الكيان، وبيصير إحنا مخيلتنا تبني بناء عليه. هلأ الوسائل اللي بتساعد على تكوين هاي الصورة الذهنية قد تكون وسائل بنسميها، يعني غالبا بتكون وسائل اتصال جماهيرية اللي هي mass media،
وهاي هون دخلنا في عالم الصحافة، في عالم الإعلام، في عالم الميديا. حتى يعني جماعة اللي بيشتغلوا في الإعلام وفي الصحافة وفي التسويق كمان، هدول كلهم وبالعلاقات العامة، كل هدول معنيين في اللي إحنا عم نحكيه الآن. هلأ إذا أنا بدي أحكي على سبيل المثال، ليش بهمني أنا كيف أدير الأزمة؟ لأني أنا بالأخير بدي أحافظ على الصورة الذهنية للجامعة، مش بس أحافظ، وأطورها وأنميها بحيث تصير يعني أكثر جذابة، النظر إلها بشكل جدا راقي، بحيث أنها تكون منافسة لجامعات أخرى، بحيث أني أفتخر فيها. يعني بمعنى أنا بقول أنا بجامعة فيلادلفيا وأنا أفتخر أني أنا بجامعة فيلادلفيا، وكل طالب في الجامعة يفتخر بذلك وهكذا. فهاي الصورة الذهنية اللي بنبنيها إحنا بنركز على انطباعات معينة. يعني مثلا إذا بدي أسأل المواطن الأردني، بقول له بسأله عن لو بدي أعمل استفتاء، لو بدي أعمل دراسة للرأي العام، يعني في طرق مختلفة لدراسة الموضوع، فباجي بدي أشوف شو الانطباع المواطن الأردني عن جامعة فيلادلفيا، راضي مش راضي، شو رأيه، كل هاي الانطباعات. مثلا طلبة الجامعة عن جامعتهم، شو انطباع الجامعات المنافسة عنا، يعني شو الجامعات الأخرى بتحكي عنا، هل أولياء الأمور راضين أو مش راضين. هذه كمان نقطة جدا مهمة، يمكن بعض الجامعات الخاصة ما بتهتم فيها، أو الحكومية عفوا ما بتهتم فيها، بس هي جدا مهمة. ويعني ما بدي أقول يعني في الدول المتقدمة بتم التركيز عليها بشكل أساسي، لأنه هو الأساس هو خدمة الطالب، خدمة أولياء الأمور وهكذا، حتى هو رؤيتهم بطموحهم وين يوصل أبنائهم. انطباع الجمهور العربي، يعني إذا كنت أفكر بالعلاقات العامة مش بس على مستوى دائرة الأردن، وبدي أفكر كمان على المستوى العربي، على المستوى الإقليمي، حتى الدولي، كيف بيفكروا عنا. يعني مثلا أنا لما بخاطب جهات خارجية، كيف هو بنظر لجامعة فيلادلفيا، شو انطباع الهيئات الرسمية وغير الرسمية عن الموضوع، عن جامعتنا. وموظفيننا، هاي نقطة كتير مهمة، إحنا كموظفين، إحنا كأعضاء هيئة تدريسية، كيف بننظر لجامعتنا؟ هل في تناقض؟ يعني مثلا أنا باجي بفتخر قدام زملائي في الخارج، بس أنا مثلا بيني وبين نفسي أو بيني وبين زملائي في الداخل لا أجد هذه المكانة. هذه النقطة كتير مهمة، لأنها بتنعكس على أرض الواقع في التصرفات، في إدارة الأزمات. وهلأ بناء على يعني ما سبق، فإحنا منقول إنه هاي مسؤولية كل واحد فينا بده يفكر حتى يحسن الصورة الذهنية للجامعة. فهذا الإشي بيتم يا إما يعني خلينا نقول بداية، الحد الأدنى إنه بدنا ننفذ واجباتنا بواجبات أعمالنا بكفاءة، نسعى لإنه الفرص يعني اللي ممكن تتاح أمام جامعتنا نحكي فيها بإيجابية عن جامعتنا. يعني مثلا أنا صح لي أحكي في ندوة، أنا صح لي أحكي في إذاعة، في تلفزيون، في جلسة اجتماعية مع أهلي، مع زملائي، مع أي مناسبة كانت حتى خارج أوقات الدوام. كيف بحط الجامعة بالصورة الأمثل، كيف يعني بحبب الناس وبلمع الجامعة، مش لأنه الجامعة مش ملمعة، لا، لأني بدي أفرجي الجانب المشرق فيها للجامعة وألقي الضوء عليها في إيجابياتها. طبعا بدنا نحاول أنه كيف نتلافى الحديث عن السلبيات طالما عم نحكي على الخارج. هلأ في الداخل بصير في نقد بناء، وبصير في بالطرق الإدارية المعروفة حتى نعمل على تجاوزها. حتى الإنجازات الأكاديمية أنه نحكي عنها في الندوات، في المؤتمرات، في الجانب الإعلامي، هذا كله يعني مفيد أنه كل واحد فينا ينشر هاي الإنجازات الأكاديمية لجامعتنا، كل واحد في موقعه حسب المجالس اللي بيشارك فيها، أو حتى حسب وسائل التواصل الاجتماعي. يعني اللي كل واحد فينا أكيد هو يعني ممثل بشكل أو بآخر على مستوى التواصل الاجتماعي في وسائل مختلفة. كيف نبرز مميزات الجامعة؟ كيف نبين إنه والله كادرها التعليمي والإداري مثلا قوي؟ نبين مثلا الجانب الجمالي في البيئة في الجامعة، قديش هي جميلة، المكان، الموقع، يعني حتى لو كان في صعوبات كيف إحنا ممكن نتجاوزها. هلأ بدي أعطيكم مثال على أزمة كتير بسيطة كانت يمكن يعني بداية الفصل أو نهاية الفصل الماضي كمان، يعني اللي هي موضوع أزمة الباصات. كلكم تتذكروا، يعني حبيت أعطي هذا المثال كمثال يعني عملي نحكي فيه، وهنحكي عن أمثلة أخرى هلأ ممكن من مناقشات حضراتكم. إنه كان في اعتصامات من بعض الطلبة، كان في انتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، كان في حتى هجوم شرس
من يعني بعض وسائل الإعلام، ممكن المنافسين يعني بيصطادوا يعني زي ما بيقولوها في الماء العكر. كان في هجوم مباشر، كان في هجوم غير مباشر من بعض المنافسين، هذا كله يعني بيعبر عن مشكلة، بيعبر عن أزمة، كيف إحنا بدنا نتجاوزها. فهلأ هون إذا كان في دور قوي للعلاقات العامة، لابد إنه تعمل على ما يسمى باحتواء الأزمة. هاي الأزمة بدنا نحتويها، ممكن بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. طب شو دور العلاقات العامة ودور كل واحد فينا بشكل أو بآخر؟ يعني مثلا كانت وقتها الإدارة العليا بتعمل اجتماعات، اجتمعت إذا بتتذكروا مع ممثلي الطلبة، عملت شؤون طلبة بيذكروا هذا الكلام تماما، بالعلاقات العامة عنا والدولية، الرئيس، مكتب نائب الرئيس، التسويق، كلهم كان لهم دور مباشر. كيف يردوا، كيف نرد بحكمة على مواقع التواصل الاجتماعي؟ هل كل ما يكتب نرد عليه ولا لا؟ هذا كله بده دراسة، حتى نبين إنه شو هي الحلول اللي ممكن عملتها الجامعة أو الآليات اللي قامت فيها اتخذتها حتى تتصدى لهاي المشكلة. إذا يعني الردود اللي كانت بحكمة على وسائل التواصل الاجتماعي أو على وسائل الإعلام، وشو آلية الحلول، هذه كلها كانت يعني تؤخذ بعين الاعتبار. وأهم إشي في العلاقات العامة إنه ما ننجر وراء ما يسمى بالهجوم المباشر، يعني مش كل ناس بتهجم علي بدي أرد عليه، مرات بيكون التطنيش وتعمل حالك مش سامع أحسن، بس بعدين بتجاوب بوقت المناسب بطريقة مختلفة حتى إحنا ما نجر حالنا، سوري لهالكلمة، للمستنقع أو ما حدا يجرنا لخطأ. وهي نقطة كتير مهمة عند الإعلاميين بيفكروا فيها، يعني مرات بيكون في ناس عم بيجرك لهذا الإشي. هلا في المقابل احنا بنقول انه عفوا العلاقات العامه من اهم يعني خلينا نقول وظائفها، انه هون نركز على كيف تتعامل مع الازمه، بحيث انه يعني العلاقات العامه تكون فاهمه لهذه الازمه. وهنا ما عم بقول مميزات الازمه بقدر ما انا عم بقول نفهم هاي الازمه حتى نعرف كيف بدنا نتصدى لها. فعلى سبيل المثال احنا بنعرف انه الحدث يعني بيوقع فجأة، ما بتكون متوقعة عادة اذا كانت ازمة، وبالتالي ممكن بوقت قصير ما تلحقش انت تتخذ فيها اجراءات مناسبة. فكيف بدك تحاول انك تتفادى هاي الخسائر اللي ممكن تكون مادية، ممكن تكون نفسية، حتى يعني ما توصل لاي مشكلة ممكن تتعقد. ممكن مرات الجامعة أو المؤسسة ما يكون عندها الخبرات الكافية لحتى تواجه هاي، يعني أول مرة بصير معنا مثلا أزمة الكورونا، أول مرة بصير لا سمح الله مثلا صارت في بعض الدول زلازل مثلا، فكيف بدها تتصدى لهذا الإشي؟ عشان هيك في كتير يعني نقطة بيركزوا عليها جماعة الأمن وجماعة إدارة الأزمات وبالحكومة، اللي هي خطة استراتيجية لإدارة الأزمات. كل مؤسسة بيكون عندها هاي الخطة، والعلاقات العامة بيكون إلها دور جزئية تتصدى في الحديث عن هذا الموضوع، وفي يعني أخذ الجانب اللي بتعلق في إنه كيف هاي المشكلات اللي خلقت إنه المؤسسة أو الجامعة لابد إنه تتعامل معها بطريقة يعني خلينا نقول إيجابية، منظمة، مخطط إلها، وتركز على أهم إشي القيم. القيم لأنه في عادة لما بتصير أزمة بيكون في مشكلة كيف نتعاطى مع حل المشكلة، وبنسوا يعني بسبب يعني خلينا نقول المصيبة أو المشكلة القوية اللي بنكون واقعين فيها أو الأزمة، بنسوا الأهداف الأساسية أو القيم العليا اللي خلقت من أجلها هذه الجامعة أو هذه المؤسسة. فبالتالي صانع القرار بيكون فعلا تحت ضغط، وبكون هو بنقدر نقول في محك حقيقي، بحيث انه لابد انه يتطلب يعني دعم من اجل اتخاذ اجراءات سريعه لحل بعض هاي المشكلات. هلا الاثار اللي ممكن تكون يعني في اذا العلاقات العامه ما عرفت تشتغل صح، هون بتصير اثار سلبيه بتنتج عنها، ممكن تهدد بقاء المؤسسه. في كثير مؤسسات فلست اذا بنحكي عن قطاع خاص، أو زالت بسبب مشكلات زي هيك، إنه كان في سوء إدارة للأزمة. بتقدر نحكي كتير أمثلة، بس أنا ما بدي أخرج عن قطاع التعليم والتعليم العالي. في كتير بالقطاع الخاص بتقدروا تفكروا بجهات فعلا خسرت ماديا
موارد بشرية تسربت كفاءاتها مثلاً لأنه مش عارفين يديروا هاي الأزمات. ممكن اتخاذ قرار بأسلوب غير علمي يوصل لسلسلة من ردود فعل سريعة وأحداث سريعة توصل لتراجع بدل من حل الأزمة. هلأ أكثر مشكلة يمكن خلينا نقول جانب فيها نفسي، خلينا نقول إذا بدنا نحكي هنا إنجاز التعبير معنوي، اللي هو زعزعة الثقة. لما بتصير أزمة وبصير في ثقة، يعني إذا عم نحكي بالحكومة بنقول ثقة المواطن، إذا عم نحكي في الجامعة اللي هي ثقة أعضاء هيئة التدريس، ثقة الإداريين، ثقة الطلاب، ثقة أولياء الأمور أو الأهالي، المجتمع المحلي، كل هذا يعني بينعكس على إدارة المؤسسة لهذه الأزمة والعكس صحيح. وبالتالي التوقيت، إذا بدنا نحكي إذا كان التوقيت مناسب في إدارة الأزمة، إحنا شو هنا بنستفيد؟ بنستفيد إنه أول شيء نتعلم من ظروف سابقة، لأنه كل شيء مخطط له فكل شيء محسوب ما في مشكلة، وبالتالي إحنا بنقيس على ما سبق، وهذا بيعطينا درس حتى لو كان إشي جديد، بيعطينا درس كيف نتعامل في الحالات القادمة. بالتالي كل ما يظهر الآن أو ما يظهر بسبب الأزمة من جوانب قصور أو ضعف بتكون يعني موجودة أو كامنة في هاي المؤسسة، إحنا من خلال التخطيط لإدارة الأزمة بنقدر نتلافاها. موضوع إذا جوانب القصور حكينا عنه، موضوع العمليات التعامل مع الأزمات، كيف إحنا ممكن قلنا مستقبلاً نحسن من هذا الجانب، كيف ممكن نستفيد حتى من نتائج الأزمة الحالية. يعني مثلاً إحنا بسبب الكورونا صرنا نفكر في التعليم وأشكال مختلفة في أساليب التعليم، صرنا نفكر في التعلم عن بعد، صرنا نفكر في المدمج. كنا أول بس ما كان عندنا هذا الزخم وهذه خلينا نقول القوة في هذه الإدارة. هلأ بكل بساطة بصير أي أزمة على طول بنلجأ، يعني بتك هيك على السريع بحل هاي المشكلة، لأنه صار عندنا يعني تحضير وتدريب على هاي القصة. فبالتالي يعني هاي الدروس والعبارة اللي بنستفيد منها حتى ما تحدثش مستقبلا وكتير مهمة، وهذا الاشي يعني خلينا نقول بيساعدني على إدارة الأزمات من حيث الأزمات المحتملة، ويعني نتنبأ فيها ونقدر نحددها إذا كنا بنحكي قبل الأزمة. فإدارة العلاقات هنا شو دورها؟ إنه قبل الأزمة بدها تصير زي اللي بجلس النبض، بدها تتوقع تتنبأ شو اللي بدي يصير. هلأ إذا صارت المشكلة لابد إنها تعرف على زي كيف إحنا بنقول بالبحث العلمي نحدد المشكلة، إنها تحدد فعلا الأزمة القائمة أو المحتملة. القضية الأخرى كيف منعد أو كيف نعمل على إدارة الأزمة من خلال العلاقات العامة؟ لابد أن يكون في يعني علاقات دائمة وثيقة بين الجهة المسؤولة في العلاقات العامة أو العلاقات الدولية مع وسائل الإعلام، دائما في يعني أواصر تعاون في كل الأوقات مش بس وقت الأزمة، لأنه إذا أنا بس بدي أحكي معهم وقت الأزمة يعني زي ما بقولوها ما حدش هيعبرني، يعني لأنه لازم يكون في إشي متواصل، فهو ما بنفع أنا فترة أترك وفترة أشد، فلازم يكون كلياته. هذه هو صعوبة العلاقات العامة، إنه في استمرارية وانسيابية في العمل، حتى اللي ممكن ما تظهر للزملاء وتفكروا إنه هلأ مثلاً العلاقات مش عم تشتغل، بس هي أوردي بتكون عم تشتغل إشي بس بجوز ما بيظهر لكم، حتى يكون تلافي للمستقبل لأي أزمات. حتى يعني موضوع تشكيل الفريق، هذه نقطة كثير مهمة، دائماً لازم يكون في فريق لإدارة الأزمات. في زي ما احنا بنعمل لما يكون في نوع من الجلسات اللي صارت على مستوى العمادات، الكليات بتتذكروا انه كان في محاولة لتعيين عدد من الأعضاء مثلا لإدارة الأزمات، انا في محاضرة لإدارة الأزمات، وكيف انه ممكن نتخذ من سيناريوهات معينة يعني خلينا نقول محتملة ممكن تصير، ونفكر في مين مثلا يتصدى لكل منها، يعني الأدوار تكون واضحة. إذا ما كانت الأدوار واضحة بتصفي كل واحد عفواً يعني برمي على الثاني. موضوع آخر أيضاً اللي هو تعيين متحدث رسمي باسم المؤسسة للتعامل مع وسائل الإعلام، وهو عادة بيكون حسب المؤسسات. في إذا كانت جهة حكومية عادة بيكون مكتب الوزير أو الناطق الرسمي أو الناطق الإعلامي. بعض الدوائر بتحط هو نفسه مدير العلاقات العامة أو مدير الإعلام حسب الجهة
المعنية. طبعا هاي بيكون فيها تفويض صلاحيات، وهي اللي بتعينه حتى يعني يكون هو متحدث باسم المؤسسة. الجهات اللي ما بيكون فيها تفويض صلاحيات، وهاي مشكلة بصراحة، بيكون رأس الهرم فقط هو اللي بتحدث. يعني انه مثلا بيطلع عندك تعميم من جهة معينة انه ممنوع حدا يحكي مع السوشيال ميديا، مع الإعلام عفوا الرسمي، إلا فلان، وفلان بيكون مثلا انه هو رأس الهرم. الجهات اللي بتكون بروفيشنال أكتر وفنية أكتر، زي حالاتنا إحنا مثلا الأكاديمية، المفروض يكون في جهة إعلامية تتصدى، بل بالعكس يبتعد رئيس الجامعة عادة أو الوزير أو الشخص الأول عن التصدي لهاي الأمور، حتى ما تصير أي نوع من ما اللي سميناه قبل شوي اللي هو الزلات اللسان. فهلا يعني نتابع الحديث في تدريبنا هون أو في الجلسة التوعوية هاي، اللي هو إنه كتير مهم يتم تحديد زي ما قلنا جهات معنية للتصدي بهذا الموضوع. عادة بتم تدريبهم حتى يعملوا على يعني يتواصلوا ويتصلوا مع وسائل الإعلام، حتى يعدوا حالهم يعني يتواصلوا مع الجمهور مثلا، يحكوا عن الأزمة. يعني إحنا كان لابد وقتها لما حكينا عن الباصات، كان لابد إنه نتواصل مع جمهور، نتواصل مع الناس، نخبرهم، حتى مش غلط نكثف كنا الحملة الإعلامية اللي بتفسر وبتوضح إنه ليش هيك صار معنا وكيف الجامعة عملت على حلها. وطلع وقتها زي نوع من البيان من قبل الرئاسة ومن قبل الإعلام العلاقات العامة ومن قبل عمالة شؤون الطلبة حل هذا الموضوع. أو نشرح اللي هو بيركز على رقم 3 اللي هو شرح موقف المؤسسة أو شرح موقف الجامعة، وحتى تتابع يعني ردود أفعال الجمهور وتتعرف على شو هي التغذية الراجعة. هاي نقطة كتير مهمة العلاقات العامة تشتغل عليها. هلا بدي أحاول أنهي أنا هنا إنه الاتصالات العلاقات العامة لازم تشتغل كمان أثناء الأزمة، إذا قبل وأثناء وبعد. أثناء الأزمة إنها تتواصل مع الجمهور الداخلي، يعني كل العاملين في الجامعة، كل المعنيين في يعني التواصل مع مواقع حدوث هاي الأزمة، درجة استعدادهم لازم تكون في أعلى مستوى. إذا مش بس العلاقات العامة، لازم الآخرين حتى يكون قادر على أنه يأداء مهمته بأفضل شكل. تقديم بيان موجز، يعني تقارير أولية رسمية أول بأول عن هاي الأزمة وشو اللي حصل وأول كارثة وكيف ممكن نحلها، وكل ما يتبع ذلك يعني توزيع العاملين أو المؤسسين أو حتى المساهمين، مرات بيكون لهم دور في إدارة هاي الأزمة إذا عم نحكي على مستوى الجامعة. هلأ موضوع الجمهور الخارجي إنه كيف نعطيه زي ما قلنا الإعلامي يعطي كل الحقائق، الموقف تكون واضحة، يعني ما بنفع نخبي، لابد تكون أول بأول، لأنه المفروض نتعامل بذكاء مع وسائل الإعلام. هي بدها تعرف معلومة، فهني عندهم حاجة، إحنا بدنا نعطيهم إشباع لهاي الحاجة، هذا بيكون حتى ما تزيد مشكلة. كتير نركز على موضوع الصدق والثقة والدقة في المعلومة، نقطة كتير مهمة نركز عليها. كيف كل الاستفسارات نواجهها، هذه آلية الرد أو التصدي لها جدا نقطة أساسية. وبعد الأزمة على سبيل المثال، كيف نفكر في أنه نرجع هيك زي وقفة تحليلية، إنه ليش صارت هاي الأزمة، نشوف شو اللي أثرنا فيه، نعمل نوع من التقييم النقدي الموضوعي، كيف بدنا نخطط مرة تانية حتى إذا وقعنا في أزمات مشابهة حتى نتصدى إلها، كيف نحط برنامج أفضل، لأنه بيكون صار في نوع من الدمج أو نوع من الريتريت التراجع، كيف حتى تصير صورة أفضل لبناء أو إعادة الصورة الذهنية للمؤسسة، كيف نأهل العاملين في الجامعة حتى آثار الأزمة اللي دخلنا فيها أكيد يعني كانت تكون مزعجة على المستوى الجميع، كيف هاي ممكن نحلها، فهاي بتصير في إعادة تأهيل، كيف نرتب الأولويات بعد ما تروح المشكلة، وكيف حتى الرواسب إحنا بنسميها اللي بتكون موجودة عند الجمهور الخارجي، كيف نقدر يعني نتصدى إلها بشكل مباشر. هلا أنا بصراحة يعني حبيت هيك أشرح لكم باختصار اليوم عن إدارة الأزمة، شو المنهجية في التصدي لهاي الأزمة، وذكرنا إنه في كثير من الأزمات بنبني، يعني بنتحدث عن أزمة بنحكي عن قديش تكررت هاي الأزمة، نحكي عن هل كانت الأزمة دورية، هل كانت متكررة ولا غير دورية، نحكي عن حدة الأزمة مستوياتها ودرجتها،
هل كانت سطحية، هل كانت في تأثيرات جانبية أو تأثيرات عميقة، هل الأزمة يعني إلها أزمات يعني أثرت على سلسلة من الأزمات أخرى جوهرية، أو هي كانت يعني هل كانت عنيفة أم خفيفة. كل هاي الأمور مادية أو معنوية، كل هاي الأمور يعني لابد إنه يتم ربطها أيضا على مستوى المحلي وطني، أو خلينا نقول جامعة وطني عربي إقليمي دولي. كل هذه يعني لابد أخذها بعين الاعتبار، وفهمنا للأزمة بدءا من إنه كيف نكتشف حتى ما يسمى بصفارات الإنذار أو إشارات الإنذار، كيف نستعد للوقاية فيها، كيف نحتوي هاي الأضرار كلها ونقلل منها. كل هاي أمور لابد إنه ناخذها في عين الاعتبار، واللي بتعمل جامعة فيلادلفيا من خلال فريق العلاقات العامة على يعني إدارة هذه الأزمة. أنا هيك بكون يعني تقريبا بنهي هذه الجزئية، وإن شاء الله أكون يعني حكيت باختصار وأفدت، وكون ما كنتش يعني أكون ممتعة شوية. وهلأ أنا جاهزة لأي نقاش. يعطيكم ألف عافية.